أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثالث ابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغة الجميلة. موضوع الدرس تدريبات على الوحدة السابعة من علماء المسلمين، نص الاستماع، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولا الإنصات والتفاعل، ثانيا الاستماع باحترام للرأي الآخر، ثالثا إبراز وجهة النظر وعرض حلول مناسبة. فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، لماذا اخترع العلماء الساعة؟ لماذا اخترع العلماء الساعة؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا لمعرفة الوقت. أحسنتم، إجابة رائعة. المخترع العربي أحمد بن موسى. عزيزي الطالب، أجيب عن الأسئلة التالية: أولا مما كان الأطفال يصنعون ألعابهم؟ مما كان الأطفال يصنعون ألعابهم؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. من الطين والقماش، أحسنتم، إجابة رائعة. ثانيا كيف كان الأطفال يحركون ألعابهم؟ كيف كان الأطفال يحركون ألعابهم؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. يحركونها بواسطة السحب أو الدفع بأيديهم. أحسنتم، إجابة رائعة. ثالثا كيف طور أحمد بن موسى صناعة الألعاب؟ كيف طور أحمد بن موسى صناعة الألعاب؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا يا أحبة. طور الألعاب وصنعها من الخشب على صورة حيوانات كالحصان والقطة والكلب والدجاجة والبقرة، وجعلها تتحرك بواسطة الزنبرك. أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، أضع خطا تحت اختراعات أحمد بن موسى. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. النافورة، أحسنتم، من اختراعات أحمد بن موسى النافورة، إجابة رائعة. كذلك من اختراعات أحمد بن موسى، ما الإجابة يا أحبة؟ القنديل، القنديل، أحسنتم، إجابة رائعة.
الإجابة الأخرى يا أحبة؟ نفكر قليلا. ألعاب متحركة، أحسنتم، إجابة رائعة. إذن من اختراعات أحمد ابن موسى، أولا النافورة، ثانيا القنديل، ثالثا ألعاب متحركة. عزيزي الطالب، أضع علامة صح أو خطأ عن شمال الجمل التالية. أولا اشترى عمر كتابا عنوانه عباقرة العرب والمسلمين، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. إجابة صحيحة، أحسنتم. ثانيا دار الحوار في النص بين عمر وصاحب المكتبة، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. إجابة خاطئة، أحسنتم. ثالثا استخدم عمر الحاسوب في التعرف على أحمد ابن موسى، استخدم عمر الحاسوب في التعرف على أحمد ابن موسى، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. إجابة خاطئة، أحسنتم. رابعا صنع أحمد ابن موسى ألعابا تتحرك بالكهرباء، صنع أحمد ابن موسى ألعابا تتحرك بالكهرباء، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. إجابة خاطئة، أحسنتم. ما الإجابة الصحيحة يا أحبة؟ نقول صنع أحمد ابن موسى ألعابا تتحرك بالزنبرك، أحسنتم، بالزنبرك وليس بالكهرباء. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أصنف المخترعات التالية في الجدول. عزيزي الطالب، إلى ماذا ترمز هذه الصورة وفي أي زمن؟ الخيارات: الخيار الأول في الزمن الماضي، الخيار الثاني في الزمن الحاضر. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. الطاحونة في الزمن الحديث، أحسنتم، من المخترعات الحديثة. عزيزي الطالب، إلى ماذا ترمز هذه الصورة وفي أي زمن؟ الخيارات: الخيار الأول في الزمن الماضي، الخيار الثاني في الزمن الحاضر. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. مصباح في الزمن الحديث، أحسنتم، من المخترعات الحديثة. عزيزي الطالب، إلى ماذا ترمز هذه الصورة وفي أي زمن؟ الخيارات: الخيار الأول الزمن
الماضي، الخيار الثاني الزمن الحاضر. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. مذياء في الزمن القديم. أحسنتم، إجابة رائعة. تعلمنا اليوم أولا تسمية عدد من علماء المسلمين، ثانيا صياغة جمل تعبر عن دور العلماء، ثالثا التعرف على المخترعات. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.